أهلا بكم مشاهدينا إلى أسبوع الصحافة، وهذه أبرز العناوين. الزمان العراقية، الأمم المتحدة تخشى من أحكام إعدام جديدة بحق سجناء الناصرية. أخبار الخليج البحرينية، قنصليات عراقية وهمية في أوروبا تتقاضى رواتبها جهات نافذة. وتتساءل الأنباء الكويتية في تقرير لها، هل يرسم مجلس الشيوخ ملامح السياسة الخارجية الأمريكية في المرحلة المقبلة؟ من المقالات يكتب هادي عزيز في المدى العراقية أفكار أولية في وظيفة الأوقاف، ويكتب البدر الشاطري في البيان الإماراتية بايدن والشرق الأوسط. فاصل قصير وتأتيكم التفاصيل. قالت صحيفة المدى العراقية إن ناشطين يكشفون عن مشروع للفعاليات الاحتجاجية المشتركة في المحافظات المنتفضة، ووفق المشروع سيتوجه متظاهرو المحافظات في كل أسبوع إلى محافظة معينة يحددونها لدعم مطالب المتظاهرين والتضامن معهم. قالت صحيفة الزمان العراقية إن الأمم المتحدة تخشى من أحكام إعدام جديدة بحق سجناء الناصرية، داعية السلطات العراقية إلى وقف أي عمليات إعدام إضافية والشعور بقلق بالغ حيال مصير المئات من السجناء الذين قد يكونون عرضة لخطر الإعدام الوشيك. أكدت صحيفة الشرق الأوسط أن قانون الجرائم المعلوماتية في العراق يصطدم بمعارضة، وترفض المشروع الاتجاهات المدنية والقانونية المعنية بحرية التعبير والحق في تداول المعلومات. ويتساءل الناشطون كيف ستكون الحال إذا أصبح في يد بعض أحزاب السلطة قانون يتيح لها اعتقال الناشط الذي ينتقد مسؤولا فاسدا. قالت صحيفة أخبار الخليج البحرينية إن قنصليات عراقية وهمية في أوروبا تتقاضى رواتبها جهات نافذة. وبيّنت وزارة المالية عدد منتسبي 4 قنصليات لا وجود لها على الأرض، وأن الملف أغلق من غير إعلان نتائج التقصي المالي حول مصير الأموال والجهة المستفيدة منها. أوضحت صحيفة القدس العربية أن التوافق السياسي يعيق تشريع قانون العنف الأسري في العراق، ويسلط تقرير صحفي الضوء على العنف الأسري الذي تشهده العائلة العراقية. ويبين الناشط الحقوقي رباح السلمان أن القانون ما يزال غير كاف للتعامل مع ضحايا العنف الأسري. نقلت صحيفة الغد الأردنية عن منظمة اليونيسيف ارتفاع عدد الأطفال الفقراء من 50 مليونا إلى 60 مليونا بسبب جائحة كورونا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك لتفاقم الآثار المترتبة على رفاهية الأطفال وتغذيتهم وصحتهم النفسية والتعليم، الأمر الذي تسبب في اضطراب حياتهم. قالت صحيفة الوطن القطرية إن اللقاحات المضادة لكوفيد-19 آمنة، نقلا عن عالم الأوبئة الأمريكي أنطوني فاوتشي الذي أكد أن اللقاحات آمنة رغم تطويرها في وقت قياسي، موضحا أن هيئة مستقلة من أفراد لا يخضعون للمساءلة أمام الإدارة الأمريكية قامت بتحليل البيانات ووجدتها موثوقة. تساءلت صحيفة الأنباء الكويتية في تقرير لها، هل يرسم مجلس الشيوخ ملامح السياسة الخارجية الأمريكية في المرحلة المقبلة؟ يقول التقرير، يبدو العالم مقبلا على مرحلة جديدة من العلاقات الأمريكية الدولية بعدما وعد بايدن بوضع حد للنهج الانعزالي لسلفه ترامب. وتكشف القراءة الأولية لتصريحات بايدن أن الولايات المتحدة لا تتنازل عن أهدافها الاستراتيجية في سياستها الخارجية، وتسعى للإبقاء على استمرارية نظام الأحادية القطبية. أما الآن فأنقلكم مشاهدينا إلى الكاريكاتير. Thank you.
من المقالات يكتب هادي عزيز في المدى العراقية أفكار أولية في وظيفة الأوقاف، ويرى الكاتب أن الوضع الحالي الملتبس المصحوب بالفوضى يبعد هذا النشاط عن أهدافه، خاصة عندما تتنازعه المصالح والمكاسب والمغانم. فالأمر يحتاج إلى إصلاح جذري يبدأ بتخليصه من النزعة الطائفية والفساد المصاحب للأوقاف وهدر أموالها، وعليه فإن بقاء الأمور على وضعها الحالي يعد إساءة للدين وتفريطا في حقوق الواقفين وعبثا في المال الموقوف. ويكتب خير الله خير الله في العرب اللندنية: العراق يقاوم وإيران أكثر عدوانية. يقول الكاتب: تبدو عملية إعادة التوازن لنزع سلاح القوى غير الشرعية في غاية الصعوبة، ويزيد من صعوبتها الإصرار الإيراني على اعتبار العراق مجرد مستعمرة تدار من طهران. ويتساءل الكاتب إلى أي حد يستطيع العراق المحافظة على مقاومته للمشروع الإيراني، والكثير سيعتمد على الإدارة الجديدة في واشنطن. أخيرا يكتب البدر الشاطري في البيان الإماراتية: بايدن والشرق الأوسط. ويرى الكاتب أن هناك دائما قلق يساور شعوب العالم والمنطقة عندما تتغير الرئاسة الأمريكية، وذلك للتأثير الكبير للولايات المتحدة على العالم. وبايدن يختلف عن سلفه الديمقراطي أوباما حيث مارس السياسة لقرابة نصف قرن ووعد بمراجعة الاتفاق النووي مع إيران. مشاهدينا، سيكون معنا في حوار أسبوع الصحافة بعد قليل من لندن الدكتور علاء جراد، الكاتب والباحث في الشأن الدولي. يسعدنا تفضلكم بمتابعة الحوار. أهلا بكم من جديد مشاهدينا إلى حوار أسبوع الصحافة. أرحب بضيفي عبر الهاتف من لندن الدكتور علاء جراد، الكاتب والباحث بالشأن الدولي. مرحبا بك دكتور علاء إلى هذا الحوار. أهلا وسهلا أستاذ حسين، ومرحب بسعادتك وبكل مشاهدين حضرتك. أهلا بك. نبدأ أولا من محور إعاقة تشريع قانون العنف الأسري في العراق، ويسلط تقرير صحفي الضوء على العنف الأسري الذي تشهده العائلة العراقية وصورة العنف التي جسدتها قصص المجتمع العراقي. برأيك، ما الأسباب وراء تفاقم العنف الأسري الذي تشهده العائلة العراقية والعربية؟ طبعا ده موضوع في غاية الأهمية، وأنا يعني بحكم أنه لم أتشرف بزيارة العراق من قبل، يمكن أتكلم أكثر على العنف في الأسرة العربية بصفة عامة وفي الوطن العربي. وعايز أقول أنه العنف الأسري هو موجود في كل الدول وليس فقط في الوطن العربي، ولكن في الوطن العربي لم نستطع يعني كبح جماحه حتى الآن. والدول اللي عملت يعني تقدم في هذه الأجندة أو في هذا الملف قدرت يعني تسيطر عليه من خلال التشريعات اللي موجودة ومن خلال تطبيق هذه التشريعات، وتخلصوا من قضية العرف وسيطرة الرجل بصفة عامة على المرأة والأمور دي. فالعنف بيقع بصفة أساسية على الأطفال وعلى المرأة، وده لي يعني إرث ثقافي في حياتنا، انه دائما يعني المرأة مغلوبة على امرها، وانه ما عندناش وعي، احنا كمجتمع عربي ما عندناش الوعي الكافي بالحالة النفسية للأطفال والاهتمام بالصحة النفسية بتاعتهم، ويظل التعليم هو الأساس وهو اللي بيساعدنا في حل مشاكلنا. احنا النهاردة يعني لما بيحصل طلاق، وده أحد الأسباب الرئيسة في قضايا العنف، يعني ممكن المفروض أن يكون هو الحل، أنه لما يحصل طلاق يكون الحل ويقف العنف، ولكن البعض بيمعن في العناد
وفي التمسك والتعنت برأيه وإذلال الطرف الآخر وحتى بعد الطلاق، بيؤدي يعني ليه جوانب كتير جدا. أنا مش عايز أطول، ولكن عايز أقول إن الطلاق أحد الأسباب أيضا اللي بتؤدي إلى العنف بعد كده اللي بيقع على الأطفال، لأنه بيتركوا بدون رعاية، بيتركوا بدون حد يهتم بيهم. ويمكن السبب إنه إحنا بعدنا عن ديننا، بعدنا عن الأخلاق. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. إحنا لا نسرح بإحسان ولا نعيش بإحسان، وللأسف بنغلب العيب والموروث الشعبي أكتر على الجوانب الدينية والأخلاقية. فإحنا محتاجين وعي كبير جدا، محتاجين تشريعات، محتاجين قوة إنفاذ القانون وليس فقط تشريعات. طيب، كيف تتمكن المجتمعات من التغلب على ظاهرة العنف الأسري؟ يعني بحكم يعني سفر الكثير واحتكاكي بأصدقاء وأكاديميين من دول مختلفة، في حضرتك بعدين، يعني في حلول على المستوى طويل الأجل أو الأمد، وحلول على يعني المستوى قصير الأجل. بالنسبة للحلول اللي على المستوى طويل الأجل ده، بتبدأ من بناء الشخصية، بتبدأ من مرحلة الابتدائي، المرحلة الابتدائية، سنوات الدراسة الأولى اللي بيتم فيها تكوين شخصية الطفل. هنا مثلا في بريطانيا بيدرسوا في المرحلة الابتدائية العناية والاهتمام بالآخر، والآخر ده بيشمل الإنسان والحيوان والشجر والبيئة. فهو بيعرف يعني إيه إن هو قبل ما ياخد قرار يعرف تأثير قراره على الآخر. وحط بقى حضرتك تحت الآخر دي كل الثقافات والأديان والأجناس والمخلوقات اللي ربنا خلقها. فهو لما بيدرس حاجة زي كده، إنه يتسامح وإنه يهتم بالآخر وإنه يبقى موضوعي في حكمه على الأمور، يعني هنا حضرتك في عمر ال7 سنين وال6 سنين بيعلموهم في المدرسة إزاي يكون عنده موضوعية، لما يحكم على حاجة يكون عنده موضوعية في الحكم، ويكون يعني محايد ويعرف ما يغلبش مشاعره. فدي الحلول الطويلة، إنه النظام التعليمي اللي موجود لازم يغرس في الأذهان احترام الآخر والاهتمام والرعاية وكل الأمور الإنسانية دي بالنسبة للتعليم. الموضوع الآخر بالنسبة للحلول السريعة أو قصيرة الأجل، هي قوة إنفاذ القانون وتطبيقه في ملايين القضايا اللي موجودة في المحاكم وطالع فيها حكم نهائي بات، ولكنها لا تنفذ. تكون زوجة عاملة قضية على جوزها وبأساليب معينة بيقدر هو يتهرب من إنفاذ القانون. فلازم يعني دولنا العربية يكون في قبضة لإنفاذ القانون وعدم التساهل في الأمور المتعلقة بالعنف الأسري، سواء تجاه المرأة أو تجاه الطفل أو تجاه أي فرد في المجتمع. فقوة تطبيق القانون في تشريعات، يعني في صحيح مش كل الدول اللي عندها يعني التشريعات الكافية، ولكن في تشريعات، لكن المشكلة في عدم تطبيق هذه التشريعات وفي وجود أبواب خلفية للتهرب من تطبيق الأحكام بتاعة القانون. النقطة الثانية، ما فيش وعي. يعني برضو دي من الحلول السريعة الممكنة، إنه يعني يتعمل حملات احترافية بواسطة ناس متخصصة في الاتصال وفي الإعلام، يعرفوا يخاطبوا الناس المعنيين ويوضحوا لهم أبعاد قضية العنف الأسري وتأثيرها على أمن الدول. الموضوع ده أمن دول، يعني مش مجرد قضية اجتماعية وخلاص. ده وجهة نظري يعني. ننتقل إلى محور آخر دكتور علاء. منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف تقول في تقرير لها: ارتفاع عدد الأطفال الفقراء من 50 مليونا إلى 60 مليونا، وذلك بسبب جائحة كورونا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الأمر الذي تسبب في اضطراب حياة الملايين من الأطفال. هل تستطيع منظمة اليونيسيف تدارك الموقف؟ والله أستاذ إحسان، حضرتك يعني بتسأل سؤال مهم جدا وفي غاية الخطورة ولا يقل أهمية عن المحور الأولاني، لأنه لو بصيت على يعني الشريحة العمرية اللي بنقول أطفال أو اللي يقعوا تحت مسمى أطفال، الرقم ال60 مليون اللي هنوصل لهم في خلال شهر، يعني ده بيشكل 13% من تعداد سكان منطقة الشرق الأوسط.
المنطقة دلوقتي حوالي 450 مليون، منهم 60 مليون في حالة فقر مدقع، يعني بنتكلم على 13% من الجسد الكيان البشري اللي موجود في منطقة الشرق الأوسط. الرقم ده حضرتك مرشح لأن يصل إلى 85 مليون في سنة 2050 بعد 30 سنة إذا لم يتم اتخاذ يعني إجراءات حاسمة وفعالة. اليونيسيف بتعمل مجهود كبير في هذا الملف، وخاصة بعد جائحة كورونا وبعد الضغوط المالية والنفسية اللي بتقع على الأسر العربية وأسر المنطقة بصفة عامة. ولكن اليونيسيف هي مؤسسة، يعني ما عندهاش العصا السحرية إن هي تحل مشاكلنا. يظل العبء والمسؤولية على الدول، على الحكومات المعنية، إن هي تهتم بأطفالها. مش هننتظر إحنا كحكومات يجي لنا منظمة دولية هي تحل لنا مشاكلنا، إحنا كحكومات لازم ننضج ولازم نكون حكومات يعني تعتني بهذه الشريحة الضعيفة أو المستضعفة، الأطفال والفقراء والمسنين. الموضوع مش فقط الأطفال، لكن الشرائح اللي هي تحتاج إلى حماية اجتماعية وتحتاج إلى دعم أكثر، خاصة من ليس لديهم من يعينهم يعني أو يهتم بيهم. فردا على سؤال حضرتك، اليونيسيف بتعمل مجهود ولكن مش كافي ومش هيكون كافي، لأنه اليونيسيف بتشتغل في دول العالم كلها وليس فقط للمنطقة العربية، وبالتالي إحنا العبء يقع على الحكومات المعنية وعلى وزارات التضامن والشؤون الاجتماعية. والموضوع يعني ما هوش بيحتاج إلى تنظير، الحلول واضحة ومحددة، تحتاج إلى الجدية في التعامل مع هذا الملف، وتحتاج إلى إجراءات سريعة وحاسمة تطبق على الأرض. يعني طيب، في آخر التطورات حول جائحة كورونا، اللقاحات المضادة لكوفيد 19 أصبحت آمنة، حيث يؤكد عالم الأوبئة الأمريكي أنطوني فاوتشي أن اللقاحات أصبحت آمنة رغم تطويرها في وقت قياسي. برأيك هل لقاح كورونا بات في المتناول؟ والله يمكن هو ده سؤال يعني متخصص جدا، ويعني حتى يعني أهل الذكر في هذا الموضوع من الصعب الإجابة عليه، لكن أنا يعني هرد على حضرتك كباحث وكمواطن عربي ومقيم في أوروبا. من مصلحة الدول إن هي تقول إنه العلاج بتاعها فعال وناجح، لأنه النهاردة لما جامعة أكسفورد بيتعاقدوا على 100 مليون جرعة، ده فلوس ودخل هيجي للجامعة وهيجي لبريطانيا. لما فايزر ولا شركات الأدوية تعمل فتح في هذا الموضوع وتبيع الباكسين بتاعها، في هنا conflict of interest، يعني معناه إنه الدول بتهتم إنه الشركات القائمة على أرضها تنجز وتدخل فلوس، لأنه ده نجاح للدولة إعلاميا وسياسيا ونجاح مالي أيضا، لأنه هذه الدول بتاخد ضرائب كبيرة من الشركات اللي بتعمل اللقاح ده. وبالتالي أنا شخصيا يعني لا يعني أعتمد كثيرا على هذه الآراء، لأن هي في الآخر وجهات نظر وليست آراء ثبت صحتها بالتجارب المخبرية أو اللي بتتم في المعامل، لأن احنا علشان نتأكد من نجاح فاكسين أو نجاح دواء معين بيحتاج يمكن إلى سنوات عشان نشوف الأعراض الجانبية بتاعته. ولكن زي ما احنا بنقول يعني بالبلدي كده، الغرقان بيتعلق بقشة. العالم كله يعني متلهف انه حد يرمي له طوق نجاة علشان يطلع من هذه الأزمة. الناس بقالها سنة يعني سواء دول أو أشخاص أو شركات في حلقة مفرغة ضيقة جدا خانقة، وبالتالي يعني هم بيتلهفوا. أي حد هيقول أي حاجة احنا بنبقى عايزين نصدقه، سواء هو بقى دقيق في اللي بيقوله أو لا، بس الناس عايزة تصدق وعايزة تخرج من هذه الحفرة. يعني هل هيثبت فعالية هذه التطعيمات أو لا؟ هنشوف يعني، سنرى ما ستأتي به الأيام، لكن ما ظنش أنه حد يقدر يعني يدي رأي جازم وقاطع في موضوع الفاكسين. نعم دكتور علاء، لنستطلع الواقع الصحي في عالمنا العربي، برأيك هل كان بالمستوى المطلوب والمؤهل لمواجهة جائحة كورونا؟
والله يعني هو سؤال مهم ايضا يا استاذ حسين. اللي عايز اقوله احنا يمكن ناس كتير في الوطن العربي كان حلمها ان هي تهاجر اوروبا وتسافر وتروح لدول تانية علشان حاجتين: النظام التعليم والنظام الصحي. في ازمه كورونا او جائحه كورونا تعرضت هذه الدول وظهر ان هي لا تملك شيء اكثر من اللي موجود في باقي الدول. وهنا في بريطانيا يعني لو حد جاله كورونا او عنده اعراض بيقول لك يعني اقعد في البيت، خليك في البيت، اعزل نفسك وقدم وهنبعت لك الباكج بتاع الاختبار والكلام ده، ولو عندك طبعا اي مرض اخر او حاجه ما فيش حد هيشوفك في المستشفى. يعني الرعايه الصحيه في الوقت الحالي في بريطانيا على سبيل المثال في اسوأ مستويات. ولكن على صعيد آخر أو الوجه الآخر لهذه القضية هو البحث العلمي والاستعداد، أو خلينا نتكلم في المستشفيات والرعاية الصحية. هنا كان في استعداد يمكن قبل جائحة كورونا والكل تأثر بيها، لكن لو احنا بنتكلم على الوطن العربي لا، احنا ما عندناش استعداد لا قبل كورونا ولا بعد كورونا. والتعامل مع ملف كورونا كان يعني تعامل ارتجالي جدا. صحيح ما اختلفناش كتير ايضا عن الدول اللي بره، ولكن ما يعني ما كانش في سياسه واضحه في هذا الموضوع، وكل اسبوع كان بتطلع يعني قرارات جديده، والبنيه التحتيه اساسا للنظام الصحي متهالكه. يعني الا قليل من الدول العربيه، ولكن بصفه عامه البنيه التحتيه متهالكه. المستشفيات كتير ما فيهاش سراير، المستلزمات الطبيه مش موجوده حتى في بعض المستشفيات في الدول العربيه كتير. الشاش يعني الشاش او المطهر او السرنجه اللي بيدوا بيها الحقنه مش موجوده، وبيطلب من المريض ان هو يروح يعني يشتريها. فالبنيه التحتيه بتاعه النظام الصحي عندنا انا شايف ان هي يعني لا تختلف كثيرا عن الدول الفقيره في افريقيا او في اي منطقه اخرى من العالم. ودي اسبابه ده طبعا ليه يعني ليه اسباب. نعم. اخيرا، هناك دائما قلق يساور شعوب العالم والمنطقة العربية، وذلك عندما تتغير الرئاسة الأمريكية. برأيك لماذا هذا القلق المستمر؟ رأيي كمواطن عربي يعني لستم يعني متخصص في هذا الشأن، ولكن رأيي أنه طبيعي أنه يبقى فيه قلق، لأنه أمريكا دولة كبيرة، مش هقول دولة عظمى لأنه الدول العظمى ما بتعملش سياسات تخريبية، ولكنها دولة كبيرة ودولة قوية، وبالتالي هذه الدولة بتقدر تؤثر في سياسات الدول الأخرى. وبالتالي المواطن اللي في الشارع ما هوش عارف هو ممكن يعني الأثر ده يكون إيجابي أو سلبي عليه. الحكومات بتبقى في ترقب لأنه بيبقى عندها أجندة، كل حكومة ليها أجندة وليها مصالحها الخاصة. قد تتعارض هذه المصالح مع الحزب اللي هيحكم في أمريكا أو تتماشى معاه، فكل واحد بيحاول يوائم الأجندة بتاعته، ويبقى مترقب مين اللي هيجي علشان يشوف يعني الأجندة بتاعته ماشية مع الشخص اللي هيقعد في البيت الأبيض ولا لأ. ولكن الحقيقة أنه أمريكا دولة مؤسسات يعني زي غالبية دول العالم الأول، والموضوع ما هوش يعني قرار فردي، دولة مؤسسات يعني. وارجع تاني أقول لو يعني لما احنا نبقى يعني دول عندنا اكتفاء ذاتي وبنقف على رجلينا، مش هتفرق معنا كتير مين اللي هيقعد في البيت الأبيض أو في أي مكان. نعم. في ختام الحوار أشكرك دكتور علاء الشكر الجزيل لانضمامك إلينا، كنت معنا من لندن. شكرا لسعادتك يا أستاذ حسين، وشكرا لكل المشاهدين. والشكر موصول لكم مشاهدينا لطيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.